اوكي خلينا نشوف اول مرة خلينا نضبط الصوت، علامة الصوت يصير واضح وبعدين نبلش وياكم. جاي شوف شلون هنا نعلي تمام. اي استاذ شكو هنا عندنا الفصل السادس اتور يعني جولة سيلف اكسس سنتر في المركز للتعلم. زين هنا محتاجين تسجيل صوتي. زين تسجيل صوتي مطلوب من عندك؟ لا ما راح يطلبوه ولا تركزون عليه. ولكن بالنشاط هنا عندنا موضوع اسمه give direction، بس الشهادة لله مو كل الأساتذة ياخذونه، قلة من الأساتذة يمرون عليه. اسمه give direction. طيب استاذ دقيقة، give direction الموضوع اسمه إعطاء الوجهة. give عندنا الدرس يا درس السادس مو؟ شنو؟ ايه الدرس السادس. شو اسم الموضوع؟ اسم الموضوع give direction اعطاء الوجهة. طيب شغلتكم اسهل من الثالث متوسط. شلون استاذ يعني شغلتنا اسهل من الثالث متوسط؟ أنا أقول لك شلون. عندنا كلمات، أي وين هالكلمات؟ عندنا left يسار، past احنا شلون نقول اعبر، عبرها، اعقبها، خطولي عبور عبور. سال باس مو معناها ماضي؟ نعم معناها ماضي. يقول بس انا مثلا I passed you، انا غلبتك عبرتك، عبر 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 يعبر. رايت يمين. سكند الثاني، بس هاي الثاني مو مرتبطين بيها، احتمال اجيب لك الثالث الرابع. ستريت مباشرة. وأخيرا عندنا through خلال. زين يقول لي تعال طبق هنا على ذن الصور. زين هو بالامتحان يجيب لك صور؟ شلون يجيب لنا يا أستاذ؟ هسه راح أفهمك شلون يجيب لك إياها. هسه هنا تون، هذا التون، تون معناها تون معناها يلتفت، يلتفت الواحد إما يلتفت، يلتفت مباشرة، لا هو يلتفت لو يميل لو يسار. فش راح نخلي هسا هاي العلامة يميل لو يسار؟ يسار. لفت. وهنا أنا لا، هاي اللفت، هذا يمين. اي لان هو جاي من ذيك الصفحة عشان اقلب لك الشاشة. جو اذهب مباشرة ستريت. طيب شوف علامة مباشرة ستريت. زين هاي المدرسة مو؟ هاي مدرسة. اذهب عبر المدرسة لو لا؟ إذا باست. طيب هاي بوابة، اذهب ثرو خلال البوابة. It is فراغ. سكند ثاني. أستاذ الله بالخير عليك، الله بالخير والعافية. أنت بس فهمنا هسه هذا من يريد يجيب لنا إياه بالامتحان يجيب لي صورة؟ لا ما يجيب لك صورة. شلون يجيب لنا اياها؟ ها سألتني وخليني اجاوبك. اذا ملاحظين اكو كلمات تكون مرتبطة. go تجو يامن straight on. ها وايضا عندنا go past turn left
وأيضا turn right. خوش، بس عرفتوا هذني كلمات مرتبطة، صار ليش مسوين هالشي؟ حتى شنو؟ خلي حتى صير الحلوات جيد. أكو واحدة عقبناها. تز ها ثرو، خلي كتبناها ثرو. Go through. طيب لا السكند نتركها هسه، السكند نتركها، يعني انت لازم تحفظ الانمي. طيب اذا هو بالامتحان ما راح يجيب لك صورة، طيب وشلون راح يجيب لك اياها؟ راح يجيب اياها على شكل فراغات او اختيارات. اولا I want you to فراغ through the gate go لو turn شو تقولون؟ go through، يعني ما يصير نقول يلتفت خلاله. تعرفون معاني هذن؟ لو ترجم لكم اياهن go معناها يذهب، هاي معناها يلتفت، straight on شو معناها قلنا؟ مباشرة، past يعدي أو يعبر، through خلال، left right يمين. تمام لو مو تمام؟ لا سأل مو تمام بعد، غيرها غيرها تتدلل. she goes فراغ the class left past. شو تقولون؟ ليش؟ خلينا go. ليش ما خلينا left؟ left يا جماعة turn. خوش؟ turn. تمام لو تمام؟ وصلت الفكرة؟ فهمتيها؟ أعيدها. شوف يا أمه، هنا أنا شعتنا عندنا مفردات، هاي المفردات لازم ننزلهن ذا. بس هنا السؤال، هل هو راح يجيب لك بالامتحان صور؟ خامس ابتدائي أنتم، ثالث ابتدائي والسادس ابتدائي وخامس ابتدائي بعد ما يجيبون لهم صور من الرابع وانت نازل. طيب إذا ما يجيب لنا صور أنا شلون أعرف هذا يمين هذا يسار؟ أها إذا راح نقسم، قسمها انه اكو كلمات مثلا الجو يذهب، هذني يكون المرتبطات مع ذني الكلمات، وعندنا ذني يلتفت تكون مرتبطة مع اليمين واليسار. فهو من يريد يجيبكم بالامتحان يجيب لكم شلون فرق بين ذني وفرق بين ذني. زين مثال اخر، شي شو راح اصعبها او you should go فراغ on وجاب لك اختيارات past straight left لو الاختيار الرابع through. شو تقولين؟ عليك أول ما عليك. شو تقولين؟ نجي إنمن إلى الجو. الجو يا من تجي مع الستريت أي موجودة، ومع الباست أي موجودة، العفو ثرو مع الثرو موجودة. يا هم عندهم صح؟ لا. ناش عندك؟ on. من اللي ياها on؟ straight. وش؟ فشوية تنتبهون. زين استاذ هذا الحكي يجي بالامتحان؟ لا مو دائما يجي بالامتحان، واغلب الاساتذة يتشفون شره.
واضح؟